الفيديو ده يا جماعة مهم جدا لكل الناس اللي عندها غاز طبيعي في البيت، خدوا بالكو لأن حاجة مهمة جدا ولازم تعملوها قبل يوم 15 في الشهر. لو تقدروا تشاروا الفيديو ده قد ما تقدروا وتوصلوه للناس كلها عشان محدش يلاقي نفسه في الآخر بيدفع تراكمي وبيدفع مبالغ رهيبة في الغاز. نبدأ ونقول بسم الله. الناس اللي عندها غاز طبيعي ركزوا معايا شويه عشان ما تعملش عليكم مصلحه. المحصنين ممنوعين ان هم ياخدوا القرايه بتاعه العداد، ومطلوب من سعادتك تبلغ بيها الشركه كل اول شهر بنفسك ولا هتلبس في رقم تراكمي كبير جدا جدا جدا. فعشان كده لازم لازم تبلغ قرايه العداد بتاعك بتاع الغاز. طيب هم اتاحوا لينا ايه؟ ازاي هتبلغهم؟ قالوا لك هتبلغي قراءه عن طريق خطوط 0900 علشان ايه؟ طبعا ياخدوا فلوس كتير، وهم كاتبين كل الطرق على ظهر الوصل، لكن في تركاية كده انت ما بتاخدش بالك منها بتاخد معاك وقت طويل جدا وفلوس كتير جدا طبعا، لان 0900 بفلوس. طيب الحل ايه دلوقتي؟ وانت لازم تدخل قراية العداد قبل يوم 15، من يوم 1 ليوم 15 لازم تبقى مبلغ بقراية العداد. هتدخل على الويب سايت ده، وانا هحطه لك، او الموقع ده هحطه لك في الوصف بتاع الفيديو، وهحطه في الكومنتات برضو ان شاء الله عشان يبقى سهل ان انت مجرد ما تضغط عليه هيفتح لك الصفحة بتاعة الموقع الرسمي اللي هتدخل عليه الخاص بالغاز. هتضغط زي الصور كده اللي انا هعرضها عليك دلوقتي بالترتيب، هتدخل نفس البيانات اللي على اي وصل قديم، لكن خد بالك لازم الارقام تكون مكتوبه انجليزي مش عربي، لو كتبتها عربي مش هيقبلها وهيقول لك انت مش مسجل. جهز الوصل وتعالوا مع بعض نبدا. ادي كده الصفحه، اول ما انت ما هتفتح هتختار الموردين، وجهلك خاص بالموظفين، خريطه الموقع الموردين، فانت هتختار ايه؟ الموردين، لان انت اللي لازم انت اللي بتدفع. هتختار ايه؟ هتختار ادخال قراءه الغاز. بعد ما هتدوس عليها هيجيب لك اختيارات اهو، هتعلم على ادخال قراءه الغاز. بعد كده هيجي هنا يقول لك ايه؟ عميلنا العزيز، يمكن ادخال قراءه من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، ويمكن سداد الفاتوره ابتداء من يوم 6 الى نهايه الشهر. كيفيه السداد وكيفيه القراءه. بعد كده هتختار منطقه بتاعتك، المنطقه بتاعتك انت هي ايه، ودي برضو موجوده على وصل الغاز القديم. بعد كده رقم المشترك ده برضو بصوا نفس الشكل ده كده، انت هتلاقيه بالمربعات دي في الوصل بتاعك القديم بتاع الغاز. بعد ما هتدخل كل حاجه وتاكد ان انت كتبتها بالانجلش، بيقول لك الفاتوره تسجل القراءه تم ارسال القراءه سابقا. تمام، انت دلوقتي هتكتب القراءه السابقه والقراءه الحاليه. هو طلع لك القراءة السابقة كانت ايه، هو كاتبها لك، فانت هتكتب بقى القراءة الحالية بتاعتك، هتكتبها هنا. بعد كده بيقول لك خد بالك هو معلم لك هنا على اللي هو بالاسود، في كده ارقام مكتوبة بالاسود وعامل لك حواليها دايرة، هي دي اللي انت المفروض هتكتبها. لكن انت هتكتب الارقام اللي معمولة في المربعات السوداء دي او في العلامات السوداء دي بس. بعد ما هتكتبها وتتأكد ان انت كتبتها بالانجلش، هتضغط على اضغط هنا لتحديث القراءة. خلاص كده تم ارسال القراءة، انت كده خلاص كده بلغت القراية بتاعت الشهر بتاعك الخاصة بالغاز، وكده انت في امان طالما قبل يوم 15، وبكده يبقى دخلت القراية من غير ما تغرم ولا مليم، ولا تتصل ب0900 ولا تكلم في نفسك اي حاجة، وتأكدت واطمنت ان انت بلغت لك. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو كتير عشان كل الناس تقدر ان هي تبلغ القرايه من غير ما حد ما يغرم فلوس كتير، وفي نفس الوقت يبقى انت حاسس ان انت يعني في السليم. شكرا لكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.